لو جينا احنا نشوف المنتخب الموريتاني، اول نقطه انه المنتخب يتاهل لتصفيات اخر تصفيتين للامم الافريقيه، معناه بقى عنده باع عنده خبره. نعم. الان عنده المدرب امير عبده مدرب محلي، اختار كل اللعيبه محترفه، عنده عباره عن 25 من 25 يختارهم 17 لاعب او 18 لاعب محترف، عباره عن 8 في الدوري المحلي. هذا بيدل انه المدرب خاتي اهميه للمباراه، وخاتي انه يضمن اي نقاط في ملعبه، ودي من هنا بترسل انذار خطير للمنتخب، بحيث انه تكون المباراه على درايه كامله واداء تكتيكي عالي من الجانب السوداني. طيب انا بتكلم عن الجانب السوداني في اخر مباراه مع جنوب السودان. نعم. حسب افاده الاستاذ معتصم عبد السلام رئيس البعثه، وصراحه من هنا انا برضو بشكر رئيس البعثه بالمجهودات اللي قاموا عليها والطائره الخاصه اللي وفروها وكل الاشياء والترتيبات الخاصه، صراحه احنا ماشيين على الاقل في مسار ايجابي بالنسبه للامور الاداريه، ولو اتت متاخره، ولو اتت متاخره نوعا ما. في مباراة جنوب السودان هناك بعض الجوانب الفنية الإيجابية اللي احنا ممكن نتكلم عنها ونبني عليها استراتيجية المنتخب للمباراة القادمة. أول حاجة عندي الحارس محمد مصطفى ظهر بمستوى جيد، اللقطات اللي احنا شاهدناها من خلال المباراة يعني صراحة هذا يدل على ظهوره الجيد في الدوري الممتاز، وخاصة الديربي بين هلال ومريخ كان هو من نجوم المباراة. وايضا هنالك يعني انا بشوفها ايجابيه، الناس كلها قالوا سلبيه، الاستحواذ لجنوب السودان الناس اتكلمت عن 80% او اكثر من 80% بالنسبه لجنوب السودان. هذا الامر انا بسميه ايجابي لسبب، لانه هذه الاليه حتكون نفس الاليه اللي حواجهها في مباراه المرابطون في موريتانيا، يعني المنتخب الموريتاني حيكون مسيطر على المباراه بنسبه 90 او 80% خلال المباراه، لانه انت لاعب مباراه خارج الخصم يعني بتكون انك تخطف هدف او تطلع بنتيجه التعادل، فانا برضو بشوف نتيجه عندي